في وسط غابات التشيك المظلمة وعلى جرف صخري يقبع مكان من يدخله يكبر 30 عاما أو يختفي دون رجعة. إذا اقتربت من هذه الوهلة الأولى ستعتقد أنها مجرد قلعة عادية، لكن بمزيد من التدقيق ستكتشف أنك دخلت لبوابة الجحيم ما وراء قلعة هوسكا المرعبة. تابعونا للنهاية. تعود وصول قلعة هوسكا إلى العصور الوسطى، فقد بنيت في النصف الثاني من القرن 12 بأمر الحاكم البوهيمي المسمى بالميزيل أوتوكار الثاني ملك تشيك أنذاك، وتقع شمال مدينة براغ وتحديدا في أقصى ضواحي قرية بلاتسي. والغريب أنها بنيت في منطقة نائية ومعزولة، فلا هي قرب مدينة كبيرة لتحرسها ولا هي تقع على طريق تجارية لتحميها. لا يوجد لها أي فائدة استراتيجية، ومعظم النوافذ هي مجرد رسوم لا تؤدي إلى أي مكان. خلفها يقبع حائط صلد من الخشب أو الإسمنت. كذلك لا يوجد في القلعة مطابخ أو حمامات أو صرف صحي، ولا يوجد فيها أبراج للحراسة، ولا يوجد حولها خنادق للحماية. فلماذا بنيت إذن؟ هنا الإجابة الصادمة، وهنا يكمن موضوع حلقتنا. بدأت الروايات والأساطير المرعبة تدور حول قلعة هوسكا، مع بداية بناء القلعة من قبل عدد كبير من العمال. فأثناء حفر العمال لأساسات القلعة ظهرت لهم حفرة عميقة ولم يستطيعوا إيجاد نهاية لها. وعندما أخبروا الملكة بمكان هذه الحفرة الغريبة، الملك راوده الفضول حول معرفة نهاية هذه الحفرة ومدى عمقها. فقرر هذا الملك أن يقوم بإعفاء المساجين المحكومين بالإعدام، ولكن بشرط واحد فقط. هل عرفتم ما هو؟ تماما. شرط الملك هو أن ينزل المساجين إلى الحفرة بواسطة حبل ليتم تحديد نهاية الحفرة وكم يبلغ عمقها. ففي ذلك الوقت تحمس السجناء للغاية وبدأوا يحلمون بأنهم سيتخلصون من الموت المحكوم عليهم. جاء اليوم الذي سيتم به تنفيذ قرار الملك، وفعلا قاموا بربط أول سجين وأنزلوه إلى الحفرة، وبدأ ينزل الحفرة تدريجيا حتى اختفى عن الأنظار وغطاه السواد الحالك. وبعد دقائق معدودة وقبل أن يصل إلى قاع الحفرة، بدأ السجين بالصراخ بشكل هستيري طالبا النجدة ليخرجوه من الحفرة. وبعد أن سحبوه للأعلى، هنا كانت الصدمة. خرج السجين الشاب ذو الشعر الأسود بشعر أبيض وشائبا بأكمله، كأنما مر عليه 40 عاما وهو لم يغب سوى لحظات. وبعد أن سأله الملك ماذا رأيت في الأسفل، بدأ الرجل بالهلوسة وهو يرجف واصفا منظر الكائنات الغريبة والمرعبة التي رآها في الأسفل والأقرب إلى هيكل الشياطين. وبعدها استمر الرجل بالهلوسة لعدة أيام، فأمر الملك بنقله إلى المصح العقلي. وبعد مرور يومين بالضبط على انتقاله إلى المصح، توفي الرجل دون معرفة أي سبب لوفاته. وبعد هذه الحادثة صدل باقي السجناء المحكومين بالأعدام الموت على النزول إلى الحفرة. أمام هذا المشهد المرعب، قرر هذا الملك أن يغلق هذه الحفرة الملعونة إلى الأبد لمنع الشياطين من الخروج منها. فبنى هذه القلعة الضخمة لهذه الغاية فقط، حيث جعل بهوها فوق الحفرة مباشرة فأغلقها بالكامل. وبعد هذا الحادث قرر هذا الملك استكمال بناء القلعة فوق الحفرة لسدها وإغلاق بوابة الجحيم. ولم يستخدمها الملك في أمور الدولة، ولم يسكن بها أحد قط، ولم تحوي القلعة على حمامات أو مطبخ أو حتى مياه، بالإضافة إلى تصميمها الغريب. فمعظم القلاع تكون مجهزة بمدافع لحمايتها مصوبة للخارج، لكن هذه القلعة بها مدافع مصوبة للداخل،
وكأنها تحمي المدينة من خطر قادم من داخلها، زيادة على نوافذها التي لا تفتح من الداخل بل مقفلة بشكل محكم. كما تضم هذه القلعة كنيسة، لكن لم يقوموا ببنائها في الطابق العلوي كما هو معتاد، بل في الطابق السفلي بجانب الحفرة مباشرة، ومرسوم على جدرانها من ناحية اليمين نعيم الجنة، أما من الجهة اليسرى النار والشياطين وتعاويذ خاصة للحماية من الأرواح الشريرة. ولكن الأحداث لم تتوقف هنا فقط، فبعد مرور الزمن وتحديدا في عام 1863 قرر العالم التشيكي المعروف باسم كاريل ماتشا بالذهاب إلى قلعة هوسكا والبقاء ليلة كاملة فيها، بعد أن راوده الفضول عن الأساطير والحكاية التي تدور حول هذه القلعة. وبحسب ما وجد العلماء والباحثين، أن العالم كاريل ماتشا ترك رسالة لصديقه إدوارد هندل تحمل كل ما جرى في هذه الليلة. هل يراودكم الفضول عن محتوى هذه الرسالة؟ حسناً، سنخبركم. كان محتوى الرسالة يركز على منام مرعب للغاية رآه العالم كاريل، ألا وهو أنه رأى روحه تنزل إلى الحفرة التي يغطيها الخشب، وقال له أنه من خلال فتحة صغيرة في الحفرة انتقل إلى حياة جديدة بشكل كلي كانت تسمى المستقبل الأهلي الجهنمي، ووجد نفسه في مدينة براغ، وكان تاريخ العام الذي هو به 2006، وبدأت روحه ترتعب من جميع الأمور التكنولوجية التي رآها في هذا العام. وهذا ليس كل شيء، بل أيضا كتب لصديقه في الرسالة بأن روحه بدأت تسير على سفح حجري عالي يحتوي على مجموعة من الثقوب الواسعة، ويخرج منها ضوء أصفر يؤلم العين من شدة سطوعه. وبعد ذلك انتهى الحلم الذي رآه العالم كارين، واستيقظ على أصوات هستيرية مرعبة وعالية للغاية تخرج من الحفرة، وبعدها فر هاربا من القلعة. ومرت الأعوام وسط خوف أهل المدينة من القلعة، كانوا يتجنبون مجرد ذكر اسمها، ونادرا ما كان يمر بها إنسان، وذلك لبعدها ووجود بوابة الجحيم فيها. ومرت القرون ولم يسكن القلعة أحد، حتى النبلاء الذين تملكوها في العصور اللاحقة كانوا لا يهتمون بها. ولكن بعد مرور سنوات عديدة بحث علماء كثيرون عن القصة الحقيقية وراء هذه القلعة لتأخذ التفاصيل منعطفا آخر، وهنا الصدمة، فقد وجدوا مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية داخل القلعة، والتي تعود إلى وحدات القوة السرية النازية. فعند احتلال التشيك من قبل ألمانيا أتوا مباشرة وسكنوا القلعة وبقوا فيها حتى نهاية الحرب. فماذا فعلوا هناك؟ بحسب مصادر موثوقة أنهم أجروا مجموعة كبيرة من التجارب السرية مستغلين مكان القلعة البعيد والنائي. وبحسب بعض الشائعات المنتشرة بين الناس في جمهورية التشيك، فإن العمل السري الذي أجراه الألمان في القلعة كان يتركز على إيجاد وسيلة لولوج الحفرة واستغلال القوى الظلامية داخلها لصالح النازية، وأن أمورا مروعة قد حدثت داخل القلعة خلال تلك الفترة، وأن بعض السجناء وأسر الحرب أجبروا على النزول إلى الحفرة، بعضهم لم يعد أبدا، وآخرين حين سحبوهم وجدوا نصف جسدهم قد طهر كأنما وحش مرعب قد قضم أجسادهم. كما قام هتلر بإرسال بعثة ألمانية وكانت مكونة من علماء تنجيم، وتم إخفاء جميع الدراسات لهذه البعثة، ولا تزال الأساطير تدور حول القلعة مستمرة حتى اليوم على الرغم من مرور مئات السنين على بنائها. إذ تذكر روايات أنه يسمع صوت طرقات وخدش تحت القلعة، ويظنون أن تلك المخلوقات الشيطانية تحاول أن تشق طريقها إلى السطح، وينقلون عن بعض السياح والزوار أنهم شاهدوا أشباحا تتحرك في القاعات الفارغة من القلعة،
وزار الموقع بعض المهتمين بأسطورة الأشباح وبعض القنوات التلفزيونية، والعجيب أن بعضهم خلص إلى أن قلعة هوسكا مسكونة بالأشباح. أثارت القلعة اهتمام المغامرين، فذهب عدد منهم على فترات متفاوتة لاستكشافها، وقضوا فيها أيام. وأفاد بعضهم أنهم سمعوا صرخات بعيدة كأنها تأتي من تحت الأرض، وقال آخر أنه رأى لثواني معدودة مخلوقا غريبا هيئته بين الإنسان والضفدع يتجول حول القلعة، ثم سرعان ما اختفى. وتزداد أحاديث الناس وتخيلاتهم، فيزعم بعض السكان المحليين أنهم شاهدوا جسدا بلا رأس في فناء القلعة، وكلبا أسود ضخم. ومؤخرا عادت قلعة هوسكا فأصبحت محط الأنظار والشائعات، مع انهيار جزء من أحد جدرانها. عاد السكان المحليون إلى الأساطير القديمة قائلين إن عفاريت بوابة جهنم أسفل قلعة هوسكا على وشك التحرر والخروج من الحفرة بعد سقوط الجدار. وختاما، حفرة قلعة هوسكا المرعبة موجودة حتى يومنا هذا بنفس المكان، ولم يجرؤ أحد من العلماء أو حتى الباحثين أن يحددوا نهاية هذه الحفرة وكم يبلغ عمقها. ولكن النظرية الوحيدة المعروفة عن قلعة هوسكا وحفرتها المرعبة، والتي تم توارثها من شخص لآخر، هو أن قلعة هوسكا حفرتها تحتوي على باب جهنم، وتم بناء القلعة أساسا لإغلاق بوابة العالم الآخر ومنع الشياطين والأشباح من الخروج إلى العالم البشري. وفي النهاية، هل يجرؤ أحد من الذهاب إليها؟ ننتظر إجاباتكم.